يلا تعي يلا. أستاذ كنا، هاي الحفلة تبعي وهالبنت بتكون خطيبتي إلي، فهمت؟ حبيبتي تعي تعي حبيبتي، حتى وأنتي بهالمنظر بلاقيكي جذابة وحلوة كتير. شبك انت؟ اه؟ انتبه؟ ليش هيك صار؟ صار لك شيء؟ مشاك شيء؟ لك شو بك؟ انت جنيت شي؟ ليش عم تضايقني؟ كل ما فكرت انك صرت شخص احسن ترجع بتثبت لي اني غلطانة. فهمني انت كيف تتجرأ تسحبني غصبا عني، وبعدين كيف تتجرأ تضرب اجي خطيبي؟ يعني انت بتنبسط وقت اللي بتعمل هيك وبتضايقني عن قصة كل مرة؟ عفواً، أنا عم أحكي معك، في مشكلة بأدنيك وما عم تسمع يعني؟ ولا ما عم تفهم؟ شو الموضوع؟ شبك، شو عم تعمل هلأ؟ اسمع، إذا أنت مانك واعي، أنا واعية. وقف، لا تقرب، اسمع، وقف بعيد عني، أحسن لك. ها، وإلا بضربك بهي. خدي غطي حالك قبل ما شي حدا هون يصورك ويسجلك شي فيديو. هذا الشيء مو لأني بحب ساعدك، بس لتتعلمي تديري بالك على حالك، عم تفهمي؟ وكمان اغسلي وكوي بعد ما تلبسيه، أنا بحب تيابي تكون مغسولة ونظيفة. هيك ناس بسطاء مثل هدول شو بيجيبهم على محل مثل هاد ما بينتموا له بنوب؟ هالبنت فعلا ما بتفهم.
ماني شايفة لا عرباية ولا حتى تاكسي. أنسة شارما، أنا كنت ناطرك هون. بس تأخيرك بالطلعة هو اللي خلاني أمشي وخليتيني أصرف بنزين، وهي المادة تعتبر غالي، نحن منصرف مصاري كتير لنحصل عليها. ما رح عيد كلامي وما رح أنطر غير 5 ثواني، يا أما بتركبي فورا يا أما أنا رح أمشي. شكراً لإلك وبعتذر. اسمعيني، اعتذري من حالك لأنك وافقتي على الزواج من هيك واحد. يعني ما في داعي تضايقني كل شوي بهالقصة. في دبدوب من الفرو بغرفة كل بنت بتكبسي عليه بيقول أنا بحبك، بس هون غير، بيحكي الدبدوب إذا ما حطيتي الحزام. شو هالحزام الغليظ هاد؟ اهدي مهيك شارما، اهدي. عصبي على خطيبك قليل الأدب، هو اللي غلط بحقك، بس الحزام ما له أي ذنب، المسكين بده يحميكي، لهيك روقي علي رجاء. لا تخافي، أكيد ما رح أخطفك. لك يا جماعة، سكومني. لك لوين أخديني؟ دفعت لكم 2000، رح خليكم ترجعون بالقوة. هدول 2000 ما بتعرفوا مين أنا بكون ومين هو أبي؟ خلوني ضل، وإلا أنا أكيد رح أعلمكم درس. بتعرفي مساعدتك شو بتشبه؟ بتشبه ألعاب الفيديو القتالية، دائماً من مشكلة لمشكلة. أنا قصدي بصراحة مساعدتك حلوة كتير، ما عم صدق إنه في حدا مثلك، يعني شخص كتير مختلف وغريب ومو طبيعي، مثل إذا جبتي طنجرة ضغط لأكل إيطالية. بصراحة عملتي أكلات غريبة، والأحلى إنك طالعة بجاكيت من الحفلة، ولا هداك الولد خطيبك. اسمعي،
لازم تنزعجي من الشغلات اللي عم قولها عن جد. بترجاك أنا بعتبر هالموضوع شخصي. لكن إذا هيك أنت حلي مشاكلك. إذا في لسه مشاكل ممكن تصير، أول شي رحت على مكان ما منيح، وكمان تخانقت مع خطيبك يا مهك شارما هداك الصاير. بتعرفي من زمان وقت كنتي تحكي كنت اتضايق منك كتير، بس ما تخيلت ابدا انه سكوتك هاد يضايقني اكتر لسه. لهيك يا انسي مهك احكي لك شي كلمة. بتعرف شغلة، بيكون احيانا الافضل انك تسكت وما تحكي. معك حق، بس لسه مطولين لنوصل على بيتك، ومن لما عرفتك تعودت اسمع منك كلام فاضي. لو سمحتي قولي اي شي. شو؟ أنا ما عملت أي شيء. لا تعصبي. قومي انزلي. لوين بدي انزل؟ ليش؟ لانه هي السيارة تعطلت والمصلح ما عم يرد علي ابدا. طيب وشو رح نساوي؟ ما رح نلاقي مصلح بهالمنطقة، حاولي تفهميني. وكيف بدي ارجع على بيتي هلا وبهالوقت كمان؟ رح نركب باي باص، واذا بدك فيني احملك على ظهري. بتعرفي مرقت باوقات اصعب من هيك بكتير، ورح اتحمل هذا الوضع، بس سكوتك هذا اللي ما فيني اتحمله ابدا. وفوق كل هاد انا جوعان كمان، لهيك حاولي تفهميني. بترجاكي فهميني. كأنه في محل أكل، خلينا نروح لهنيك. بس الوقت متأخر. وإذا شو نسيتي محل العمراتان مطرح ما كنتي تشتغلي؟ وقت كبيتي علبة الملح بقلب الأكل؟ يبدو أنك تغيرتي بعد المسابقة، صح؟ يعني اللي بقصده هنيك أمان شي؟ إيه، هنن اللي لازم يخافوا مني لأني رح جرب الأكل اللي بيعملوه، وإذا الأكل تبعهم ما كان منيح رح عاقبهم بالسجن على أهمالهم بالشغل. مالهم بالعادة كتير يطولوا بالأكل هيك؟ إيه عن جد؟ جعت أنا، صرنا ساعة طالبين الأكل. يلا طول بالك. شوف شوف لك، هذا مو شوريا. شو في؟ بلا هو هدول كتير أغنياء ومعهم مصاري كتير. من جد عم تحكي؟ ايه أنا بعرفهم مزبوط. شوف لي هالبنت شو حلوة، معهم مصاري كتير. ايه
لو سمحت تفضل. شو أطيب أكلاتكم هون بالمحل؟ هي جوعانة. باذنجان مقلي، جاج متبل، سلطة شوندر، بطاطا مقلية، رز بالكاري، فاصولية، كبسة، بازيلا باللحم. طول بالك شوي على مهل. لو سمحت جيب لنا شي يكون خفيف على المعدة بس بسرعة. حاضر أستاذ. يا ريت لو عندي ربع المصاري اللي عنده إياه. يا ريت. بدنا نضطر ناكل من هالأكل، ما في حل تاني بهيك وقت وهيك وضع، صح؟ شايفة فيلم ساتي بي ساتا؟ فيلم؟ ايه شايفته؟ لكان شفتي كيف أضوع الأكل؟ رح أقلدهم لأني ميت من جوعي. تعرف؟ أحسن طريقة لأكل الكبسة هي بالأصابع. أنت كمان جربها، ما بتخسر. بأكد لك أنه رح تطلع أطيب من الأكل بالمعلقة. هيك؟ ايه هيك؟ وأخيرا شفنا ضحكتك أنسي. الأكل الطيب بيخلي الواحد يصير رواق، وأحيانا بيحسسك بالأمان. عن جد مع أنه مطعم بسيط بس الأكل طيب كتير، حبيته عن جد كتير. روحنا. أكلة الكبسة كتير طيبة مميزة عنا. بتعرف شو؟ كمان بيدي بتحبها كتير، وهالأكلة كانت تعمل مثلها وتطلع طيبة كتير كمان. حبيبتي بيدي، مو معقول الأكل اللي بتطبخه ما بتدوق مثله بحياتك كلها. عن جد بجنن، بشهي. بتعرف كمان أنه وقت اللي بتنطبخ بالفخار وقتها بيصير طعمتها أطيب بكتير وبتعطيها نكهة عن جد بتشهي. آسفة أستاذ، نحن انبسطنا بوقتنا، ما أنت شو رأيك؟ ماشي صديقي؟ ماشي. رح روح. يلا نزيل. ليك رح ننبسط اليوم. ايه؟ بصير معنا مصاري. ايه ماشي ماشي. لا لا، رح نتسلى كتير اليوم. ايه اسمع يا رفيقي. ايه؟ اكلنا رز ومرقة لحم. طبعا. وانا هلأ صار عبالي اكل حلو. شو رأيك؟ ايه صحك يا. وقت يكون في وحدة حلوة كتير قدامك اكيد ما رح تقدر تقاوم هذا الجمال. شي حلو كتير. يلا. شوريا، منيح انكن اجيتوا هلا، مو جايين تاخدوها؟ شو هي كانت كتير عم تزعجني، بتضل تحكي تحكي تحكي. جيتوا بالوقت المناسب، وعن جد هي عم تزعجني وما عاد تهمني. يلا خدوها بعيد من هون. استنى رح أعمل شغلي، أنا رح أحملها وحطها بالشاحنة تبعكم. أنتوا ما في داعي تتعذبوا. ماشي يلا روح. يلا حملها وحطها بالشاحنة. لا لا تقرب.
لا تقرب مني، اسمع. لا شي حلو. شو هالجمال؟ ساعدوني ساعدوني. يلا يا هوي يلا يلا حطها بالشاحنة. ساعدوني بترجاكم، حدا احنا رايحين نتسلى شوي. عن جد ريحتنا. نزلني نزلني. نحن كثير محظوظين اليوم، اكيد رح ننبسط ونغير جو الليلة كثير. عن جد انا معك حق، رح ننبسط كثير اليوم. ليكو الشاب جاي باتجاهنا، لازم نتخلص منه كمان. ليك اسمع، انت اليوم سهلت علينا الامور، شكرا يا حلو. ليش كتير مستعجلين؟ وانت ليش عم تسأل؟ مو لازم اخد بدل الهدية؟ وانت شو بدك بدالها؟ ما بدي كتير، رجل منك وراس منك. تاخدوا الشحنة تبعكن من مركز الشرطة. انتو مالكن عرفانين مع مين علقتوا؟ أنا بعرف إنك خفتي كتير، بس كان بدي إياكي تتخبي بالسيارة. بتعرفي أنا كتير مبسوط، انبسطت أكتر لما من شوي أنقذت هدنك السائقين من وحدة قوية مثلك. عم تتمسخر علي؟ أنا قوية، أنا قوية كتير، أنا قوية، أنا عن جد قوية. شكرا.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.